أصدقائي المتابعين أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، فيديو مأساوي حيث تم فيه قتل شقيق عروس في لبنان تحديدا في مستديرة أبي سمراء في طرابلس. حيث أطلق شقيق العريس النار على شقيق العروس وسقط متأثرا بجراحه ميتا بسبب إشكال أو خلاف عائلي بين العروس وعروسته. مما ادى الى نزولهم من السيارات واشتباكات حتى ان اطلق شقيق العريس النار على مؤمن بيروتي شقيق العروسه الذي توفى متاثرا في جراحه في لقطه ماساويه تحدثت عنها لبنان كافه الى هنا ينتهي الخبر، لم يعد لدينا المزيد لكن لدينا جديد فابقوا معنا وتابعونا، ولا تنسوا الاشتراك في القناه حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لدعمكم المستمر وحسن متابعتكم في انتظاركم في قادم الفيديوهات بإذن الله. ابقوا معنا على الدوام، شكرا من جديد. التفاصيل الكامله في اخبار جديده بإذن الله على صفحتنا تابعونا على الدوام.